السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد تنصيف قطع مستقيمة، أول درس في الهندسة التحليلية. درس حلو سهل إن شاء الله. نفتكر مع بعض دوت اسمه زوج مرتب، دوت زوج مرتب. الزوج المرتب بيبقى عبارة عن سين وصاد. برضو لازم نفتكر ان القطعة المستقيمة كانت بتترسم بنقطتين، دي قطعة واصلة ما بين نقطتين، طبعا دي نقطة اللي هي الزوج المرتب بيبقى عبارة عن سين وصاد، ودي برضو نقطة بتبقى عبارة عن سين وصاد. مثلا درسنا النهاردة بقى بيقول انت ازاي تجيب النص، احداث المنتصف كام؟ يعني احنا عايزين احداثي تنصيف قطعة مستقيمة، انا عاوز الاحداث اللي في النص. قانون سهل جدا جدا جدا، قال لي ايه؟ اجمع خانة السينات على 2 واجمع خانة الصادات على 2. اجمع خانة السين على 2 واجمع خانة الصاد على 2. خانة السين فين؟ خانة السين مجموعهم على 2 يعني 4 على 2. جبنا منين الأربعة يا شباب؟ اللي هما التلاتة والواحد، لأن الرقم الأولاني ده السين، والرقم التاني الصاد. وبعد ما تجمعهم على 2 لو في اختصار اختصروا. هو ده كل الدرس يا شباب، كله بيتكلم عن كده. تاني السؤال صيغته ازاي بالظبط؟ اذا كان ا ب قطعة مستقيمة، ا بتساوي 2 و5، ب بتساوي 0 و3، اوجد احداث الجيم حيث الجيم منتصف الالف ب. يعني هو نصيحة ارسم الشكل يا استاذ مسهل، احنا هنكتب القانون على طول، ايه المشكلة بدي؟ عشان بس ما ناخد الافكار يبقى احنا متعودين ما نحسش بصعوبة. ادي الالف وادي الباء، عايزين المنتصف مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، طلع احداث المنتصف 1 و4. اذا كان الالف ب2 و5 والجيم ب3 و4، اوجد احداث ب حيث ب هي منتصف الالف ج. يعني ايه اللي في النص؟ ب. ادي الالف القطعة ودي جيم وب في النص، هنحط ب دي سين وصاد. ادي الالف ب2 و5، ادي الجيم ب3 و4، احنا عايزين المنتصف يبقى النص بيساوي مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. انا جايب المثال ده كده عشان ما تقولش ايه ان كل مرة لازم يديني رقم يكون بيختصر، مش شرط يكون بيختصر. طيب انت كده عرفت اساس الدرس، تعال بقى نخش في الافكار ونشوف مشاكله ايه. المشاكل ممكن يديك اللي في النص ده ويعوز طرف من دول، وممكن يديك اللي في النص ويبقى فيه هنا مجهول ويبقى فيه هنا مجهول. تعال نشوف كده. إذا كان جيم منتصف ألف ب والجيم بتساوي 3 و5 والألف بيساوي 2 و0، أوجد إحداثي ب. هنرسم القطعة يا شباب، ألف ب2 و0، ب هنعاوزها
اسميها س وص، ج بتلاتة وخمسة. ركز معايا هتلاقي الموضوع سهل اهو. النص بيساوي المنتصف ده بيساوي مجموع السيناد على اتنين، س زائد اتنين على اتنين، ومجموع الصادات على اتنين، ص على اتنين. تبع أول درس في الجبر بقى كنا بنعمل ايه؟ بناخد الخانة الأولى نساويها بالخانة الأولى، خانة دي نساويها بالخانة دي، يبقى التلاتة بتساوي س زائد اتنين على اتنين، وسطين في طرفين، يبقى الستة بتساوي س زائد اتنين، يعني الس بأربعة لما عدينا دي بنشيلها من الخلف. أهو كام زائد اتنين يديني ستة. خمسة بتساوي ص على اتنين، وسطين في طرفين، يبقى عشرة بتساوي الص، يبقى الص هنا طلعت بكام؟ بعشرة. الس منتصف الص عين، والص بتساوي س أو أ وخمسة، والعين بتساوي تلاتة وب، والس بتساوي نقطة الأصل. رسمنا القطعة اللي قال عليها، قال الص عين، قطعة ص عين. الص دي بألف وخمسة، والعين دي بتلاتة وب، والسين اللي هي في النص السين منتصف، اللي في النص السين نقطة الأصل. يا شباب افتكر كده، نقطة الأصل هي صفر وصفر. خلي بالك من المسمى ده، للأسف الشديد بنجيبه في امتحان، نقول نقطة الأصل والطلبة هي ايه نقطة الأصل. النص بيساوي، اللي في النص ده بيساوي مجموع خانة السين على اتنين، أ زائد تلاتة على اتنين، ومجموع خانة الصادات على اتنين، ب زائد خمسة على اتنين. هنساوي الخانة الأولى بالخانة الأولى، أ زائد تلاتة بتساوي صفر، يبقى مستوى مرفوع اتنين، ما هو على اتنين لما عملت وسطين في طرفين راح، يبقى الألف بسالب تلاتة، وب زائد خمسة بتساوي صفر، الاتنين فين؟ لما عملنا وسطين في طرفين راح، يبقى الب بسالب خمسة. إذا كان أ منتصف الب ج، والب بتساوي س زائد خمسة وأربعة، والج بتساوي تلاتة وص زائد اتنين، خليها ناقص، والألف بيساوي اتنين وسالب اتنين. أوجد قيمة س وص، أوجد س وص. قلنا إيه؟ إحنا أسهل لنا إن إحنا بنرسم خط كده عشان نعرف نشتغل منه. الب بس زائد خمسة وأربعة، دي الب، والج بتلاتة وص ناقص اتنين، والألف باتنين واتنين، يبقى النص بيساوي مجموع السينات على اتنين. ايه السينات؟ الخانة الأولانية هتجمع الخانة دي مع دي على اتنين، ومجموع الصادات على اتنين، ص ناقص اتنين زائد أربعة يبقى زائد اتنين، أربعة يعني هتكتب ص ناقص اتنين زائد الأربعة دي. هنساوي الخانة الأولى بالخانة الأولى، أربعة بتساوي س زائد تمانية، عملنا إيه؟ ضربنا كله في اتنين عشان نشيل الاتنين اللي تحت دي. لما ضربنا دي في اتنين بقت أربعة، ودي بقت سالب أربعة، والصاد زائد اتنين بتساوي سالب أربعة، يعني السين هنا طلعت بسالب أربعة، والصاد هنا طلعت بسالب ستة. ناخد فكرة متوازي الأضلاع. لو معايا ده كان متوازي،
وعايزين احداثي ده. قال لك ألف ب ج د متوازي أربعة، أبد إحداث الرأس ده في طريقين اتنين، طريق سهل جدا 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 وطريق طويل شوية بس أساس. الطريق السهل قال لما أكون عاوز د اجمع طرفي القطر، مش فاهم أنت عاوز د، يبقى تقول ألف زائد جيم ناقص ب، ده قانون. لما أكون عاوز د قول ألف زائد جيم ناقص ب، نكتبه هنا. لما نكون عاوزين د بيساوي ألف زائد جيم ناقص ب. تاني يا شباب، لو أنا عايز الإحداث ده بجمع طرفي القطر ده ناقص اللي قصادها، بنقص دايما اللي قصادها. لو كنت عاوز الجيم كنت قلت ب زائد د ناقص ألف، لو كنت عايز الألف كنت قلت ب زائد د ناقص الجيم. يعني احتسي د هيساوي ايه؟ د اللي بتبقى عبارة عن س و ص. اجمع يلا، اتنين زائد واحد ناقص واحد طلع اتنين في السينات. طب الصادات؟ تلاتة زائد اتنين ناقص خمسة طلعت صفر. يبقى انت جبت الاحداثي بطريقه سهله جدا جدا جدا، لاسهل طريقه. الطريقه الثانيه، بما ان خواصه محتاجين الخواص، تعال نطلع فاصل ثانيه كده نشوف الخواص ونرجع تاني. متوازي الاضلاع. مرحبا، اريد ان اعرفكم بنفسي، انا متوازي الاضلاع، انتمي الى عائله الاشكال الرباعيه، وكل ضلعين متقابلين من أضلاعي متوازيان. لي خواص تجعلني متميزا عن غيري من الأشكال، ما رأيكم أن أعرفكم بهذه الخواص التي تتعلق بالأضلاع والزوايا والأقطار؟ بالنسبة لأضلاعي، كل ضلعين متقابلين متوازيان، كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، وكل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس. أما قطراي فكل منهما ينصف الآخر. من الخواص اللي شفناها دلوقتي الأقطار ينصف كل منهما الآخر. يعني معنى كده إن منتصف الألف جيم هنساويه بمنتصف الب دال. نقطة النص هنا هي نفس نقطة النص هنا، نفس المكان. يبقى المنتصف بيساوي مجموع سينات ده اتنين ومجموع صادات ده اتنين، بيساوي مجموع سينات ده اتنين ومجموع صادات ده اتنين. نساوي الخانة الأولى بالخانة الأولى، تلاتة على اتنين بتساوي س زائد واحد على اتنين، ده مقسوم على اتنين وده زي، نعدل واحد بإشارة مخالفة السين طلعت باتنين، نفس الكلام. خمسة على اتنين بتساوي ص زائد خمسة على اتنين، ده مقسوم على اتنين زيه، يبقى الص طلعت خمسة ناقص خمسة صفر. يبقى انت قدامك حلين دلوقتي، لإما في المتوازي بس، يعني المتوازي او المستطيل او المربع او المعين بس، يعني المتوازي واولاده، انما قطع مستقيمه ما ينفعش الطريقه دي. كنا بنقول ايه؟ الاقطار ينصف كل منهما الاخر، منتصف الالف جيم هو منتصف الب د، حلينا بقى كده. او ممكن كنا نقول د زائد د ناقص د يديني الاحداث اللي ناقص، يعني الاحداث اللي ناقص بتشوف الراس اللي قصاده فين، هي دي اللي هتنطرح والاثنين التانيين هينجمعوا. نشوف مثال كمان. متوازي أضلاع، ألف ب ج د، ألف بتساوي س وخمسة، ب بتساوي تلاتة وأربعة، ج بتساوي اتنين س وص، د بتساوي سبعة واتنين ص. قلل ازاي؟
رسمنا المتوازي وحطينا عليه البيانات، كان اسمه ألف ب ج د. الألف بسين وخمسة، الب بتلاتة وأربعة، الجيم باتنين سين زائد صاد، الدال بسبعة واتنين صاد. هنقول د زائد د ناقص د، يا أستاذ ده فينا مجهول وفينا مجهول وفينا مجهول. ماشي مش مشكلة، امشي بالقانون. أ زائد ج ناقص ب يديني د مثلا، أ س واتنين س زائد تلاتة يبقوا كده تلاتة س زائد تلاتة س واتنين س كده تلات سنان زائد تلاتة يبقى تلاتة س زائد تلاتة. مش هينفع أجمع التلاتة مع السنان، محدش يقول يبقوا كده ست، مينفعش. واحد خمسة زائد ص ناقص أربعة يبقى ص زائد واحد. أهو خمسة زائد ص، خمسة زائد ص ناقص أربعة، أما مديني كام؟ إداني ص زائد بتساوي إحداث الدال اللي هي سبعة واتنين ص، خد خانة السين سواها بالسين. تلاتة س زائد تلاتة بتساوي سبعة، يبقى تلاتة س بأربعة، يبقى السين الواحدة بأربعة تلاتة، وص زائد واحد تساوي اتنين ص، عدل ص دي يبقى الص بواحد. أتمنى أن نكون استفدنا، وإلى اللقاء في الدرس الآخر.